طيب معنا اتصال، اول اتصال حلقة اليوم من اخونا عيسى. مرحبا يا عيسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. الله يعافيك. حياتي لك كل اختبر. حياك الله. الله يحييك. الله يسلمك. والله الحقيقة اخي الكريم التسامح او الصفح هو يعني دليل على كرم، لانه المثل يقول العفو عند المقدرة يشيل من كرام. أنا ما أسمح، أنا لا أسمى مسامحة ولا أسمى صفوحة للناس إذا ما كنت قادر على أما أنا لما أكون ماني قادر على الوصول إلى هدفي، هذا التسامح ربما يكون عن عجز أو ربما يكون عن قلة حيلة، ولكن اللي يصبح عندما يتمكن ويقدر على الناس أو يتمكن من خصمه، هذا هو الإنسان الكريم، هذا هو الإنسان اللي الناس تحبه تتبدي. نعم. النبي عليه السلام يقول في الحديث: أتدرون على من حرمت النار؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: على الهين اللين السهل القريب. فهي صفة محمودة التسامح، ولكن مثل ما قلت لك بداية حديثي يجب أن تقدر، يعني كما فعل النبي عليه السلام وهو أسوتنا وقدوتنا عندما فتح مكة وجاء بسادات قريش آنذاك، وبهذه قريش من المشركين، من الذين آذوه ومن الذين نكلوا به ومن الذين يعني أخرجوه من أحب بقاع الأرض إلى قلبه وإلى الله. نعم. قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخو كريم وابن أخ كريم. الله. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله. عندما تمكن وعندما قدر عليهم عفا وسامح. فالعفو عند المقدرة من شيم الكرام. نعم. أشكر لكم جهودكم، وأرجو أنه ما كنت طولت عليكم. شكرا لكم. شكرا أخوي عيسى، مداخلتك جميلة جدا، الله يعطيك العافية، والله ما قصرت. شكرا على اتصالك. التسامح صفة جميلة. معنا اتصال ثاني من أخونا أبو عادل. مرحبا يا أبو عادل. مرحبتين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا يا أبو عادل. الله يحييكم، تحياتي لك ولكل العاملين معكم في البرنامج هذا الجميل. الله يحييك ويسلمك. التسامح يعني صفة حميدة، صفة جميلة، وأشكر أخواني اللي سبقوني، يعني وهو الأخ عيسى وأم شو اسمه أم الذهب، يعني بصراحة يعني أتلجوا صدري ما سمعته منهم. وأنت أيضا كذلك، يعني التسامح يعني صاحب الغلب الكبير، صاحب الغلب الكبير اللي سامح، يعني مثل ما قالوا أخواني إن التسامح ليس ذل وليس ذل، لأنه يعني من الإنسان السامح بقوة الإيمان، الإنسان اللي عنده إيمان يسامح فيه. يعني أيضا ما ذكرتوه في الأطفال، صح كلامكم، الأطفال تحصلهم يعني مثل ما تفضلك، يعني عندما يعني يزعل على الطفل أو يكلم، يعني في لحظات إلا غاز خلص نسي ما تعرض لها من والديه أو من حم. فلا، ثانيا إن بينهم حتى بيناتهم البين عندما تصير على لعبة وعلى حاجة تحصلهم يعني يتصارخوا ويتصايحوا، هذا وبلحظات إلا وردوا، هذا يعني من طيابتهم، لأن القلوب الأطفال قلوبهم نظيفة، قلوبهم بيضة، يعني قلوبهم صافية، قلوبهم صافية. اي والله. فتحياتي لكم جميعا، انا لا احب اطول يعني عليكم وعلى المستمعين والمساهمين، وشكرا لكم جميعا. الله يحييك ويسلمك يا ابو عادل، شكرا على اتصالك، شكرا على مشاركتك، يعطيك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا مرحبا يا اسامه، كيف حالك؟ اهلا وسهلا، مش عليك. يا هلا مرحبا فيك. كيف حالك؟ تحياتي للزميل جبر. حياك الله. حياك الله. الله يحييك. تفضل تفضل أسامة. ألو، معاك يا أسامة، تفضل. صوتي قطع. لا الصوت واضح. لا صوتك واضح. أيوة. تفضل. أيوة تمام. موضوعكم طبعا متكلمة عن التسامح. اي نعم.
طبعا التسامح ده شيء قيمة يعني جميلة قيمة عظيمة, فاحنا بسكتبنا بقى الشيء لوهدي وانا عايش يعني الحالة دي صراحة, عشان كده ما اتصلت على الحالة. نعم. هل التسامح اخوي سامح صعب؟ هل صعب انك تسامح شخص اساء لك؟ لا لا بالعكس, التسامح ده بيعلم انك قيمه الانسان, يعني يقول لك العفو عند المقدره. يعني فعلا الواحد لما يكون قادر يعفو يعني والقادمين الغيظ والعافين عن الناس. نعم. ده بيعلم من قيمه الشخص نفسه وليس بيعلم من قيمته. التسامح ده لما يكون موجود تحس ان الشخص مش التسامح ده وراه شخص كبير, قلب كبير بمعنى صح. نعم. انا عايش الحل عشان كده تفضل. وانا يعني انا شخصيا بسامح من اساء لي, يعني انا عندي صفه التسامح حاجه سريعه جدا, صفة جميلة في الإنسان. طبعا طبعا, لكن أنا عايش حالة أنا محتاج التسامح, يعني أنا عايش حالة حاليا أنت محتاج التسامح, أقدم دائما التسامح باللي بيسيء لي, لكن أنا حاليا محتاج التسامح جدا في شيء أنا أسأت فيه تحديدا لزوجتي. أسأت فيه جدا وأنا معترف إن أنا نتمنى ان شاء الله انها ومحتاج التسامح منها. نتمنى يعني اخوي اسامه نتمنى ان شاء الله تكون سامعتك, وان شاء الله هذه دعوه منا لها تسامح, ودائما نقول المسامح كريم, والتسامح من صفات يعني الشخص المميز. التسامح من شيء من الكرام, يعني اتمنى ان هي طبعا هي كريمه وبنت اقوى. لا تعتمد اخوي اسامه, لا تعتمد على اذاعه او اي شيء ثاني, لا روح بنفسك. روح نعم. بنفسك توجه لها بنفسك كيف. وان شاء الله نتمنى ان شاء الله تكلمنا في الحلقات الجايه وتقول متبشرنا ان شاء الله يعني سامحت الخطا او سوء التفاهم اللي صار بينكم ان شاء الله. ان شاء الله حياك الله يحييك. عندنا مجموعه من الرسائل النصيه. اي نعم, معنا رسالة من أبو أسيل يقول حياكم الله, التسامح معالجة أخطاء الآخرين بحكمة وضبط الذات بفطنة. شكرا أخوي أبو أسيل على الرسالة. معنا رسالة ثانية مش مذكور فيها الاسم, التسامح والعطر الثمين الذي يعطر العلاقات, فإذا أهديته لمن لا يستحقه لا تندم فسيعطر الحياة. كلام جميل والله. شكرا للأخ أو الأخت اللي أرسلوا الرسالة هذه. رسالة ثانية من منى اليافعي تقول اللي قلبه طيب ونظيف راح ينسى ويسامح. شكرا أختي منى. رسالة من أخونا إبراهيم زايد وصديق البرنامج أبو زايد, يعطيك العافية أبو زايد, يقول تحية لطاقم البرنامج. التسامح, أنا عن نفسي دائما أتسامح والمسامح كريم. وآية مذكورة في القرآن, عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شكرا أخوي بزايد على الرسالة وعلى الكلام الجميل. حلو أخوي جبر أن احنا نشوف في ناس قاعدة تتكلم عن الموضوع هذا, وتلقى الأغلبية يقول لك أنا أسامح أنا أسامح أنا من نوع المتسامح. شيء جميل, شيء حلو, ونتمنى إن شاء الله يعني أنه بالتأكيد فيهم الخير كلهم, يعني كلهم إن شاء الله اللي شاركوا معنا وقالوا إحنا نسامح بالتأكيد فيهم الخير, ونتمنى إن شاء الله نطبق الكلام. يعني أقدر أقول ترى على الهواء أني إنسان متسامح وسامح الكل, بس يمكن خارج الاستديو يمكن ما سامح أي حد, تأثر فيني الأهواء والانفعالات وغيرها. نعم. وكفاية بعد أخو جبر لما تسامح شخص أخطأ في حقك أن أجرك يكون عند رب العالمين, هذه بروحك كفاية. ترى هذه اللي نبغيه يعني في النهاية,
نبغي الأجر من الله سبحانه وتعالى مش ما ننتظر مقابل أو رد من حد من البشر. يعني البعض يسامح وينتظر هدية. طيب تسامحنا، أنا سامحتك زين يا سامحتك ويدك فاضية ما يصير يعني. عندنا اتصال من أخونا أبو غانم، حياك الله يا أبو غانم. بارك الله. يا هلا ومرحبا يا ابو عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا فهد، حياك الله يا جبر. الله يحييك ويسلمك. حيا مستقبل المكالمات والمستمعين اجمعين. يحيونك. 99.1% انا ما سامح. افا. ما اتوقع، ما اتوقع يا ابو غانم. لا ما اعتقد يا ابو غانم لا. اول شيء مساكم الله بالخير وان شاء الله بالعكس والله يا اخو جبر ويا فهد، بالعكس التسامح من افضل ما خلق الله الانسان في جسم الانسان وفي حياه الانسان. اي والله. فاذا انت انسان ما تسامح اذا رب الكون سبحانه وتعالى يسامح يسامح يا اخر. فلذلك احنا كبشر ليش ما نسامح بعضنا بعض؟ ليش ما يكون الانسان يعني طيب؟ شوف الانسان دائما هو يحاسب الاشياء الظاهريه اخواني الفاضلين، ما يحاسب نفسه الداخليه. فاذا كل انسان حاسب نفسه الداخليه، احنا نتكلم عن الاشياء الداخليه اللي مو ظاهر للبشر، ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. فالانسان نفسه الداخليه حاسبها وعرف كيف احنا نقول شلون الواحد يروض الخيل، هاي النفس الداخليه لابد الانسان يروضها علشان تكون هي مسامحه من الداخل عشان يطلع حق الانسان في الظاهر. اتمنى ان جميع الناس اذا كان الواحد يبي يسامح يسامح من الداخل، من الاشياء الداخل نبضه اذا صلحت صلح الجسم كله وهي القلب. القلب انسان صحيح. اذا أنا قلبك نظيف وفيه ما في حقد على خلق الله تكون انت من الناس المسامحين. اما اذا انت تكون تقول قدام الناس وقدام البشر انا مسامح سامحهم، من في النهايه هنا قلبك مثلا اعوذ بالله من هالكلمه اسود ولا تحب ان تسامح الناس، هذه يكون فيك شيء خطا في حياتك كلها. نعم. انا هذه يعني رايي ان لابد انه يحاسب نفسه الداخليه علشان يحاسب عقب يحاسب نفسه الظاهرية. البعض أخوي بغانم يسامح بس يقعد يحسب، يعني أخطأ عليه أحد الأشخاص يسامحه المرة الثانية يقول تراني سامحتك وبعد هالمرة بسامحك. ما هو يسامحك بالظاهر ما يسامحك ما يسامحك بالباطن من الداخل. فهو بس يبين لك أشياء الخارجية ما يبين لك الأشياء الداخلية. أخوي جابر يعني أنت تشوف الإنسان تشوفه بس ما تشوفه إيش موجود عنده في الداخل. صحيح صحيح. لذلك أكثر شريحة من الناس تحصل فيهم هاي النقطة، ولكن كثير من الناس ما شاء الله يحبون التسامح. إن شاء الله الله يجعلنا من الناس دائما التسامح إحنا ومستمعينكم وجميع البشر إن شاء الله، ومساءكم أخبار والله يوفقكم إن شاء الله، وتحياتي للجميع أخواني الفضلاء. وياك إن شاء الله، يعطيك العافية أبو غانم على المشاركة، مشاركتك جميلة وابتعدنا صراحة. الله يعطيك العافية. الله يجزيك خير يا فهد. وياك يا رب. الله يعطيك العافية. مع السلامة.